بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية للصف العاشر. تناولنا في الحصة الماضية اسم الآلة، وقلنا هو اسم يدل بصيغته على آلة يتم بها الفعل، وقلنا يصاغ من الفعل الثلاثي على خمسة أوزان مشهورة، ألا وهي مفعل ومفعلة ومفعال وفعال وفعول. وقلنا من أسماء، هناك أسماء آلة جامدة غير مشتقة وأسماء آلة مشتقة التي تشتق من الأوزان المشهورة نسميه اسم آلة مشتق، أي اشتق من الفعل. أما الجامد الذي لم يشتق من الفعل بل سمع عن العرب هكذا، مثل غربال، قوس، قلم، فأس، إزميل، فرجار، وهذه هذه أسماء الآلة، وساطور أيضا وشاكوش. وباقي هذه الأسماء قلنا صيغت على من الفعل الثلاثي على الأوزان المشهورة التي تناولناها قبل قليل. بناء على ذلك أيضا هناك وزن أيضا فعال من الأوزان، أيضا من الأوزان التي قد يأتي عليها اسم الآلة وزن فعال مثل خلاط. سنبدأ الآن بناء على ذلك بحل التدريبات صفحة 24 من الكتاب. استخرج اسم الآلة مما يأتي. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة هي النافذة أو الأشياء التي يوضع، النافذة أو الطاقة التي يوضع فيها المصباح، إذا هي اسم آلة، مشكاة على وزن مفعلة، ومصباح أيضا اسم آلة مفعال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هنا الميزان من الفعل وزن مفعال. ثلاثة: فلا المال ينسيني حيائي وعفتي، لا ولا واقعات الدهر يفللن مبردي. فتعلموا فالعلم مفعال. عفوا، هذا البيت الرابع. أولا نقوم بحل البيت الثالث، إن مبردي، مبرد على وزن مفعل. أربعة: فتعلموا فالعلم مفتاح العلا، مفتاح، لم يبق بابا للسعادة مغلقة. طبعا المفتاح لأنه أداة للفتح، الباب لا يعتبر أداة لشيء معين، نحن نفتح الباب بالمفتاح، إذا الباب ليس اسم آلة. حصدت مناجله غراس رجائنا، لو أنها أبقت عليه لأورقة. هنا المنجل، المناجل جمع، طبعا قلنا المشتقات قد يأتي مفرد ومثنى وجمع ومؤنث ومذكر، فهنا منجل. طبعا أود التأكيد على أن الأوزان المشهورة التي أخذناها اسم الآلة منها يأتي في بدايته مكسور، بالذات المفعل ومفعل ومفعال، ليكون الحرف الأول منها مكسور، لا نقول منجل، منجل، مفعل ومفعل ومفعل، أما فعال وفعول يختلف فيها الأمر. الصديق الصدوق مرآة أخيه، مرآة على وزن مفعلان، تنوع النمدة. استعار إياد من صديقه منفاخا، منفاخ على وزن مفعال. تذكر الخطاط أن المحبرة تحتاج إلى مداد. المحبرة هي من الحبر، والحبر أصلا هو عبارة عن أداة للكتابة. هلا الحبر من يعني أداة جامدة أو اسم آلة جامدة، لكن المحبرة اشتقت من الحبر، تحتاج إلى مداد. جهزت الرسامة أمل أدواتها جميعا قبل بدء المسابقة سوى المبراة على وزن مفعلة. السؤال الثاني: صغ اسم آلة من الأفعال الآتية مع الضبط التام: زمر، مزمار، راحة، مروحة، نقل، منقل، نظر، منظار، صفى، مصفات، سخن، سخان، فعال. قلنا هذا الوزن الذي أود أن نضيفه إلى الأوزان أيضا المستخدمة. دفع، مدفع. السؤال الثالث: ما الصيغة الصرفية التي تدل على كل من الآلات الآتية مع الضبط التام؟ ما الآلة التي تستخدم في خرط الحديد؟ أحسنتم، مخرطة، مخرطة، اسم آلة لخلط المواد، خلاط، فعال. آلة لقص القماش، مقص. لنشر الخشب، منشار. نلاحظ أن الحرف الأول مكسور من هذه الأوزان.
ننتقل الآن إلى تدريب رقم 4. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال ميخائيل نعيمة: القبو قديم لم يلبث أن تزعزع، فاستعاض والدي عنه بقبو جديد أكبر منه وأحدث هندسة، حتى إنه كان يبدو لنا قصرا بالنسبة إلى القديم، فقد كان مؤلفا من 3 شقات، بهو في الوسط مدخله قنطرة بدون باب، وعن جانبيه غرفتان في مثل حجمه. وهذا القبو الجديد شيد سنة 1905 ميلادية، كان معقودا كذلك ومبنيا بالحجر البري وبدون طين. الآن استخرج مما سبق مثال على كل ما يأتي ثم أعرف. اسم مفعول، هناك كثير من الكلمات فيها اسم مفعول. كان معقودا، معقود كان هنا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة. أيضا هناك كلمة مؤلفا، برضو مؤلفا خبر كان منصوب. في مبنيا، مبنيا اسم معطوف منصوب علامة نصبه الفتحة، تمام. اسم فاعل، اسم فاعل عندنا هنا متعمدا، من كذب علي متعمدا، متعمدا هنا حال منصوبة ممكن، وممكن والدي أيضا. أين والدي؟ كلمة والدي، فاستعاض والدي، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة لحركة الياء، وهو مضاف، والياء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. اسم مكان، اسم المكان على وزن مفعل أو مفعل، هنا مدخل، مدخله قنطرة، هي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. صفة مشبهة هنا، القديم والجديد اللي هي نعت هون، القبو القديم، القديم نعت مرفوع بقبو جديد، أيضا نعت مجرور هون، قديم وجديد. طب صغ اسم فاعل ومفعول مع الضبط التام للفعلين يتبوأ وشيد. قبل أن نقوم بصياغة اسم الفاعل أو المفعول لابد من إعادة الفعل إلى الماضي. يتبوأ من تبوأ، تبوأ غير ثلاثي، تبوأ يتبوأ متبوأ، وشيد يشيد مشيد، إذا هذا اسم الفاعل. أما اسم المفعول تبوأ يتبوأ متبوأ، نلاحظ أن كتابة الهمزة تختلف لأنه المتطرفة تعتمد على حركة ما قبلها، إذا قبلها مفتوح تكتب على ألف، إذا قبلها مكسور تكتب على نبيلة. شيء وشيد يشيد مشيد، ما قبلها مفتوح على الشد أما هنا مكسور. السؤال الثالث، حول الرقم الوارد إلى كلمات أو حروف مع الضبط التام. سنة بعد كلمة سنة مضاف إليه، فنكتب سنقوم سيكون العدد أو هذا الرقم بهذا الشكل 1905، لأن رقم 5 يخالف المعدود وهو سنة. 1905. ننتقل إلى السؤال الخامس، اقرأ البيتين الآتيين ثم أجب عما يليهما. فاسمع هديت نصائحا أولاكها، بر لبيبا عاقل بر لبيب عاقل متأدب، وزن الكلام إذا نطقت، ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب. فاسمع هديت نصائحا أولاكها، بر لبيب عاقل متأدب، وزن الكلام إذا نطقت، ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب. هات مما سبق، مثال على صفة مشبهة عندنا لبيب، لأنها من فعل لبيب مشتقة من فعل لازم لبيب. با اسم فاعل لفعل غير ثلاثي، بما أنه غير ثلاثي معناته أول ميم مضمومة، اللي أوليته ميم مضمومة هي متأدب، أحسنتم. فعل على وزن عل زن، طبعا وزن هاي واو عطف، انس زن على وزن عل. صغ اسم مكان من الفعل زن، قلنا دائما في المشتقات نعيدها إلى الماضي، من وازانة معتل مثال مباشر على وزن مفعل موزن. 3 هات صيغة مبالغة واسم آلة من اسمع، من الفعل اسمع، هلا سمع طبعا نأخذ الماضي منها، سمع أيام نحكي سميع أو سماع، سماعون الكذب برضو سماع، أو واسم الآلة سماعة. 4
صيغ أو صغ عفوا اسم المفعول من الفعل هديته هديت، ثم ضعه في جملة. ضعه في جملة من إنشائك سيكون واجب بيتي، لكن اسم المفعول من الفعل هدية، هدية فعل معتل ناقص، هدية مهدي، تحذف واو أو تقلب واو كلمة مفعول إلى ياء، بنشدد نضعفها، هدية مهدي. تمام. السؤال السادس والأخير، اقرأ ما يأتي ثم أجب عما يلي. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم، ذو انتقام. الجملة الثانية، التفاؤل يجعل الإنسان محبا للحياة، ويرسم في أذهاننا بارقة أمل تحفزنا إلى النظر نحو المستقبل بنظرة متفتحة ومشرقة. استخرج مما سبق صفة مشبهة. هنا الصفة المشبهة موجودة في كلمة بارقة، من برقة لأنه من فعل لازم، اسم زمان على وزن أوليته ميم مضمومة، ميم مفتوحة مفعل أو مفعل، وغير ثلاثي ميم مضمومة عند المستقبل لأنه من فعل استقبل غير ثلاثي. مصدر لفعل صريح، في عنا الأمل، حياة، النظر، هي أفعال ثلاثية. أما من فعل غير ثلاثي هي التفاؤل، التفاؤل من الفعل تفاءل، تفاؤل، عمل التفاؤل. 2، ما الفعل الذي أخذ منه كل مشتق من المشتقات التي تحت خط؟ هلا عنا شديد من الفعل شدة، شدة، شديد، برضو شديد صفة مشبهة. أيضا هنا عزيز، برضو عزيز صفة مشبهة، عز، عزيز. إذا عندنا صفة مشبهة، بارقة، شديد، عزيز. طب محبا بما أنه أولها ميم مضمومة معناته من فعل غير ثلاثي من الفعل أحب، بارقة من الفعل برقة، متفتحة أيضا من الفعل تفتحة بتشديد التاء لأنه من فعل غير ثلاثي. أعرب محبا وبارقة ومشرقا، يجي لمحبا، التفاؤل مبتدأ، يجعل هو الإنسان مفعول به أول، يجعل من الأفعال التي تنصب مفعولين، محبا، إذا نكتب محبا مفعول به ثانا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، بارقة يرسم هو في أذهاننا بارقة أمل، بارقة هون مفعول به للفعل يرسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة، بنظرة متفتحة، بنظرة متفتحة أو مشرقة، طبعا رح أعرب التنتين، متفتحة عنا نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، واو حرف عطف، مشرقة اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة. إلى هنا نكون قد توصلنا إلى نهاية المشتقات بفضله تعالى، وإلى نهاية هذا الدرس. إلى اللقاء في درس آخر من دروس اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.